يعني بجوز هاي الفكرة ما تنجح. لا لا، صاحب هاي الشركة رجل أعمال كتير كبير. يلا يا عريس يلا. لا تقول هيك وتذكرني بهالمصيبة. مو قلت انه انت مقتنع بهالشي؟ فلا تحكي احسن، قوم البس اواعيك وخلينا نخلص من هالقصة. كيف؟ عنده كتير معارف وممكن نوسع شغلنا برات اسطنبول. ايه بكرة منشوف. ليك خليك طيب. انت بشغلك. طيب طيب ماشي. يلا يا اخي خلينا نروح نخلص من هالموضوع بسرعة. يلا ايه امتى رح ترجع؟ بكرة. وشو اخبار العريس؟ والله وضعه ببكي. شو قال؟ مو عنك. بلا عني. ليك مو ناقصك؟ ما كان لازم تروح على هالمسرحية الكوميدية، بس بظن انا ما كنت بتحمل هيك شيء. بانا اجلي لي هالموضوع. ليش حتى تجلو؟ احكي اللي عندك. يلا بعدين بشوفك. شوفي مشغول بشي يعني؟ منيح لي ما كنت انت بمكاني. بانا الوضع هون مكهرب كتير. انت شو دخلك؟ هو وصل حاله لهالوضع. شوفي شو صاير لك. اصلا ما في واحد عاقل بيساوي مثلك. ما بعرف واحد اتزوج غصب عني وغير انت. والله اكلتها حبيبتي. بس ارجع نحكي بهذا الموضوع. مؤيد بانا مهند لازم يجهز حاله وبدنا نروح بسرعة نجيب العروس. والولد قاعد مثل المسطول. راسولا انت المسطول. انت عم تضيع وقتك هنيك على الفاضي. بتعرف قديش عندنا شغل. خلص لازم سكر. لا ترقص مع هديك الشرشوحة. باي حبيبتي. ولك خلص حاجتك شرب. سمعتها الأجدب عم يقول عني مسطول قدام البنت. روح شوف حالك قبل ما تحكي عني. ماشي؟ ما صحيح أنا شربت كتير بس صحيان مو مثلك. علي خد هالكاسة مني بالرز. اي ماشي. لا بدي اشرب. مهند انت رح تطلع قدام الناس لا تبهدلنا. لا تخليني فش خلقي فيك. جوزوني ابن العم جوزوني ابن الخال. مهند الله يرضى عليك فهم علي. اصبر شوي تحمل تحمل لك هالساعتين. خلي هاليوم يمر على خير بقى. اصحى. الله يصبرني لسه بيرجع بيلي اصحى بقى. اثبت لك اني صحيان. اسمي مهند تكين اوغلو. شو صار فيك يا مهند تكين اوغلو بعد العمر؟ هالموضوع انتهينا منه هلا. خلص هالموال صرنا بموال تاني. يلا قوم طالما عذبت الناس كلها لازم تكفيه. يلا لشوف. قوم يلا. ولك حمود ربك يلي انا عم ساويه هلا هند خان وما بتساويه. شو هالزمن هاد؟ مد ايدك لشوف. يلا خدي حبيبتي هاي محرمة. والله يا سمرة طالعة بتجنني. شكراً إن شاء الله عقبالك. لا دخيلك بلا لهالشغلة. الزواج كله هم وجع راس. سمرة أبوك عم يستناك اللي يربط لك الحزام الأحمر. يلا تعي. أمي ضرورية هالعادات يعني؟ إيه طبعاً تعي يلا. طيب صحي جميلة خدي هاد أعطي للمأزون قبل ما يبلش. مع أساس إنه دفتر العيلة تبعكم إنشاء رحت طلعت واحد جديد بس جكر بهند خانو. سمرة تفضل عمي. يلا بسرعة يا بنتي هدول وينهم لهلا؟ إن شاء الله بدهم يكذبوا علينا مرة تانية. لا عمي هدول جماعة بيعرفوا منيح بالقصور. أنت كيف بتسمحي له يقول هيك شي عنهم؟ مو هاممني رأيهم. سمرة. لا ما بدي.
خديها وحطيها بشنطايتي. سكري التلفزيون رح نطلع. يلا Потому что шарда, любая твоя интервью.